إذن المجلس نظم اليوم سين الندوتين الأولى قد تمت التي تعرض فيها الأساتذة إلى العلاقة ما بين يعني هيئة الإنصاف هيئة الحقيقة في العالم والمسلسل الديمقراطي. في الحقيقة هناك واحد النوع ديال الترابط إلى خدينا التجربة المغربية الآن ومساهمتها في بناء الديمقراطية في المغرب وفي المسلسل التاريخي. نجد أن التوصيات اللي دارتها هيئة الإنصاف والمصالحة هي اللي أعطت أولا التعديلات الدستورية، جابت لنا الدستور الجديد. ثانيا كانت ما كانش عندنا القضاء مستقل، أصبح الآن قضاء مستقل. ما كانتش عندنا الحكمة الأمنية، الآن ولات الحكمة الأمنية، ولات واحد المراقبة ديال أماكن الاحتجازات اللي كتكون فيها الآن شروط النظافة والتهوية والوقاية الصحية، وفيها أيضا واحد الكاميرا اللي كتشتغل 24 ساعة على 24 ساعة وكتدي كتوصل عند وكيل الملك باش ما تكونش هناك تجاوزات. وهذه كلها من الأشياء، ثم حفظ الذاكرة وعدم التكرار، وهذه كلها من الأشياء اللي كتدفع بمسلسل ديال الديمقراطية. الندوة الثانية اللي غادي نشاركوا فيها هذا حاليا هو علاقة هيئة الإنصاف والمصالحة دوليا. تجربة المغرب يعني تبعناها كما ورد في أحد تصريحات ديال أحد المتدخلين أن ما كتب عن هيئة المصالحة في الخارج أكثر مما كتب عليها في المغرب. فعلا إحنا لما كنا دخلنا الهيئة قررنا من البداية ما نكونش مغلوقين، أن خطرة كنتصلوا بالصحافة، كنحاولوا نعطي بعض المعلومات اللي عندنا، حتى نبغي نعلي شي حدث مهم، إما القبور إما إعلان على واحد الحدث، كنستدعيو الجمعيات الحقوقية اللي كانوا شركاء ديالنا من المجتمع المدني وكنخبرهم واحد يومين ثلاث أيام قبل ما نعلنوها على عمليا باش نشعروهم أنهم شركاء، وكنحتفظوا بهذا السير ديك المدة ديال ثلاث أيام. ثم الزيارات اللي تلقيناها من عدة الوفود الأجنبية سواء من الأمم المتحدة أو من المركز الدولي للعدالة الانتقالية أو من شخصيات أجنبية فرنسية إسبانية. ثم بعد جلسات الاستماع العمومي اللي أعطت واحد إشعاع كبير بالنسبة للتجربة المغربية، انتقلنا للخارج لفرنسا، عملنا لقاءات تماك مع الأحزاب السياسية، مع البرلمانيين في هولندا، في ألمانيا، في أمريكا، في كندا، في موريتانيا، في مصر. يعني وجدنا الأصداء ديال التجربة هي الإنصاف والمصالحة أنها مازال مستمرة. ومع كامل الأسف لا تزال التجربة المغربية فريدة، هذه التجربة اللي وصفها كوفي عدن في 2005 أنها ضمن الخمس تجارب الرائدة في العالم، ولكن بعد مرور 20 سنة ما زالت السيدة الرئيسة في المجلس والسيدة أمينة أبو عياد في المجلس الوطني لحقوق الإنسان تشرف على إتمام التوصيات ديال هيئة الإنصاف والمصالحة.